السلام عليكم الحبايب ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم كما كتشوفوا غادي نشارك معكم الفطور ديالي بعد ما غادي نصوموا وليداتي كلهم. غادي نصوموا هذا النهار ديال 15 شعبان، صومنا البارح واليوم، ماشي غير النهار اللي كنصوموه، كنصوموا الايام اللي بغى الله سبحانه وتعالى، ولان على حسب الوليدات تنعلمهم يصوموا معنا. اليوم صومنا انا وليداتي، وغادي نفرحهم، نديروا الفطور علاش لا، ونديروا شويه ديال البريوات، نديروا الحريره. هانتوما غادي يلاو معايا باش تشاركوا معايا الحريره والبريوات، والله ينصركم والله يحفظكم. واللي بقى معايا الفيديو حتى النهايه كنشكروا كلكم، كنشكركم بزاف على الدعم ولا لايك وعلى الاشتراك، وخليكم معايا واجيو معايا نشارك معكم فطوري ديال اليوم. يلا الحبيب وخليكم معايا. خير عليكم الحبيب ديالنا، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا صبحتوا بخير وعلى خير وباحوال جيده ان شاء الله يا ربي، نتوما الاحباب ديالكم، وان شاء الله تشاطير شعبان يدخل عليكم بالصحه والسلامه والهنا. وما كيفصلنا على رمضان الا 15 الايام اللي كتفصلنا على رمضان، وغادي ان شاء الله يا ربي يوصل رمضان بخير وعلى خير لينا وليكم والمسلمين اجمعين. كما كتشوفوا اليوم كنصوموا 15، اليوم 15 الايام البيض، 15 في شعبان ايام البيض اليوم والبارح والبارح، ثلاث ايام هذه وكنصايمه، وصايمه انا وليداتي كلهم، الله يتقبل لينا وليكم والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. وقلت علاش لا ما نوضش ندير الفطور لوليداتي كما العاده، كما الفطور ديال رمضان ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا دابا غادي ندير الحريره الحمضة، كيف كتشوفوا هي عندي هنا الحمص وشويه ديال اللحم الكنور. انا كندير الحريره ديالي البنات كلشي دقه واحده، وكتجي الحريره كتطلع واعره ورائعه وكتطلع زوينه. درت الحمص، درت الطريفه ديال اللحم عندي كما كتشوفوا. انا غادي نطحن هنا عندي مطيشه والبصله الكرافس المعدنوس شويه ديال القزبر، غادي نطحنهم مزيان ونديرهم في عندي مطيشه ديال الحك، غندير جوج صغيورين هكذا بهذا الشكل هذا. وعندي غادي ندير، انا كندير لها شويه ديال الملون ضروري باش كتجيني ديك الحمص ما كيجيش ابيض. كما كتشوفوا البنات راه تيبان لكم يديا راه فيها القبس، سمحوا لي راه مازال دايره العمليه، مازال ما حيدت القبس. واللي دابا الحمد لله الدعوات ديالكم معايا، اللهم لك الحمد. وليت تنحرك يدي شويه، الحمد لله والشكر لله. ندير شويه ديال الابزار قليل، ما كنديرش بزاف على حساب المعده، الابزار ما تكثروش البنات في الشهر ديال رمضان راه مدير صراحه للصحه، ما تيكونش صحي. قللوا شويه من الابزار، خرقوم صحي، واخا تزيدوا شويه منه يكون زايد ماشي مشكل، دايره واحد المعلقه. انا العطريه كلها البنات تنقلل منها شويه، وانتم على حسب الذوق كل واحد والمعده ديالو. السكنجبير واحد شويه حتى هو ما كنكثروش. الحريره البنات باش ما تقولوش ام فاطمه زهره كدير التحميره في الحريره ما كيديروهاش البنات، انا صراحه كنديرها هذا عجبني، كتجيني الحريره حمراء كيزيد سميتو ديال مطيشه اللون، كندير غير شويه قليل ماشي بزاف. الملحه على حسب الذوق دائما، واحد المعلقه هكا مع هاد الملحه هذه، ما تاكلوش البنات مالحه بزاف ماشي بحال ديال الباكيات هذه اللي تكون هكذا، ما تاكلوش مالحه بزاف. ايوا هذا مكاز زيت اللي بغى يديرو دابا يديرو، اللي يخليه حتى يجي دور الحريره ويدير غير واحد المعلقه صغيره مع الطحين. فاش دوينا هنا غادي ندير اليوم، ما غاديش ندير البلدين، غندير الروميه، غندير هكا كما كتشوفوا غير واحد القطيره قليله ها اي، باش غادي نتلف الزفوليه ديال الحريره ما بقاش تفيض وصافي. الحريره البنات ما ديرولاش مازال ما ساليت، دير شويه ديال اللحم شويه مازال ما ساليت لا تقطع، كما قلت لكم ما كنقدرش نقطع بيديا، غادي نلوحها هذا غادي نلوحو هكذا حتى يطيبو نقطعو، ما كنقدرش نقطعها بزاف. ايوا صافي البنات، وغادي نطحن وندير الحريره ديالي طيب وندورها معكم. بقى مطيشه غادي نحلها عاوتاني حتى هي، ومن بعد غادي نعمر شويه ديال البريوات مالحين، باش شويه مالحين شويه حلوين باش ندوزهم مع الحريره النيت. عندي الفرماج الكفته، غندير غير الفرماج والكفته وواحد شويه ديال البصيله هكذا غادي، وواحد الكنور صافي، واحد جوج معالق ديال الكريم فريش صافي اللي غادي ندير. وغادي تجي واعره كتجي زوينه هاد البيرويات معمرين هكذا، وكيجيو ساهلين مهلين غير بالفرماج والكفته وشويه الكنور شويه البصله. بريوات المالحين عندي اللوز، هما انا عندي كاوكاو ماشي اللوز طالع مصايب، كان عندي في الكونجيلاتور
مصاوب، غادي غير نخليه يتحل باش غادي نعمر البريويات ديالي ونشارك معكم في الطور ديال وليداتي هذا النهار مع صمتنا وليداتي. الله يتقبل لينا وليكم والمسلمين اجمعين يا ربي، الله يقبل صيامنا وصيامكم، الله يسهل على المسلمين اجمعين. اللي بغا كطلب الدراري الله يسهل عليها، واللي توفى ولا الوالدين ديالها الله يرحمهم، واللي مازالين عايشين يا ربي طول لهم في العميار ديالهم، داكشي اللي كنطلبوا في هذا الشهر الكريم، ويسهل على وليداتنا ولاد المسلمين اجمعين، ويهدي النفوس يا رب العالمين على النفوس اللي كدير الشر الله يهديها، واللي كدير الخير الله يزيدها من خير على خير يا رب العالمين، ويزيدها خير في خير، ويزيدها عمل في عمل، ويزيدها صيام في صيام، ويزيدها قيام في قيام يا ربي. واللي كيدير الشر لشي واحد الله يهديه، الله يهديه على افعاله، الله يهدي جميع المسلمين يا رب العالمين، ويهدينا حتى حنا، اللهم اهدينا واهدي المسلمين كافه اجمعين. هذا مكة الحبايب، وخليكم مع الفيديو، ونتمنى الفيديو تطلعوه وديروا لي لايك وتبارطاجيوه، الله يجازيكم خير الجزاء ويطول العمر ديالكم يا ربي. الاهل الاحباب ديالي بارطاجيو هذا الفيديو وخليكم معايا حتى ندير الحريره ديالي طيب، وفاش غندورها ونشارك معكم في طوري ان شاء الله، فاش نكون تنعمر البريوات غادي نشاركهم معكم، وخليكم معايا. بعد ما صافي انا طحنت دابا البصلة ومطيشة والقزبر نتوما تنكب هكا صافي، درت العطرية دابا كلها تشوفون ندير الماء سخون، غندير الماء فاش غطيب لي المهم الخضيرة ديالي وداكشي والحمص والعدسة البنات اللي بغا يديرها متيبلوها الدراري في الحريرة ولادي متيبلوهاش. إيوا هدا مكة الحبايب ديالنا، نتمنى الفيديو ديالكم فاضل الزهرة البساطة ديالو دائما كنكون تندير معكم بساطة. صافي غادي ندير هذا دابا حتى طيب مزيان، ونرجع معكم باش نشارك معكم داكشي التدوير ديال الحريرة ديالي كما كتشوفوا. أنا شاركتها معكم من الأول، هذه هي طريقة الحريرة ديالي، وكطلع واحد الحريرة رائعة، مكنبقاش عاد ندير شوية دابا شوية، كنجمع كلشي على دقة وحدة، وكندير الحريرة ديالي طيب وحسب دابا على حسب الصحة ديالي، مثلا حاولش ندير كل حاجة بوحدة، تندير على حسب جهدي داكشي باش كنتمشى، كل واحد تيتمشى على الجهد ديالو. غير كنبغي نشارك معكم كلشي كيدير الحريرة في دارو، كلشي كيقدر يدير كلشي، المهم تنبغي نشاركو معكم داكشي اللي كنديرو لوليداتنا، تنبغيو نتجمعو معكم نضحكو معكم نديرو معكم حويجات اللي كنديروهم، وخليكم معايا. هاهوما البريوات ديالنا بعد ما بدينا نعمرهم، هي تنعمر بنتي صوب وحدة مع المشاهدين نتوما كتصابها في يديها، ورينا هنا هاهوما فين تنحطوهم. ايوا صافي الحبايبي تعمروا البريوات الفطور ان شاء الله، ماشي شي حاجه بزاف، ما نديروش كثار كي قلت لكم، حاجه قليله الفطور باش كناكلوهم سخونين، ونتمنى يعجبكم يعجبكم الفيديو ديال اليوم. هاهوما دابا غادي نحطو هكا حتى رميت لها شويه ديال واحد البصيله، هذيك البصيله اللي وريت لكم ها نتوما، ورميت لها 4 ديال 6 د الفرماجات مثلثين، الفرماج مثلث لافاشكيري ولا اي فرماج عندكم، هو باش كترجع هكذا حتى كترجع معلكه هكا مزيان، هو اللي تيجمعها لنا. كنطيبوا الكفته غير شويه مع شويه ديال الزيت كما وريت لكم، زيت العود والعطريه شويه شويه، اللي بغى يدير شويه العطريه شويه الكزبر واحد الفسيس ديال الثومه صافي، وكنعبروا هكذا ونكورها. ثم البنات راه معلكه تكون هكذا زوينه، ما نديروا لا لابيض لا والو غير الفرماج لا فاشكيري،
ودي فيها واحد المذاق رائع. حطيت هاد البريوات مع الحريره الفطور زوين. دابا انا غنبداو نعاود ثاني نعمروا الماء الحلوين حتى هما نعمرهم. نبداو نساليو هادو المالحين نحيدوهم حيت يكون فيهم جقله بزاف، وعاد نحطوا المالحين الحلوين داك الساعه ان شاء الله يا ربي. يلا خليكم مع الفيديو، نتمنى يعجبكم. والحريره ديالي انا غنوريها لكم، انا غنوريكم الحريره ديالي كيفاش دايره. نتوما ها الحريره ديالي درتها في واحد الطنجره، جاتني الكوكوت ما هزاتاليش. صافي دابا دورتها، درت الشعريه، درت كلشي، فطورنا واجد كما قلت لهم. نتمنوا يا ربي يكون صيام مقبول لينا وليكم وللمسلمين اجمعين. هاهما دابا الحريره صافي، هي هادي طيب لي غير الشعريه شويه، ارميت لها الشعريه وغادي نطفي عليها. ايوا صافي الفطور ديالنا. البقوله هي شرملتها حتى هي شرملتها حطيتها. ايوا صافي هذا هو فطورنا ديال اليوم، وتبارك الله والحمد لله والشكر لله. البساطه هي كلشي. الانسان شحال غيدير، دير غير داكشي اللي غادي ياكل، ما يديرش شي حاجه اللي غادي تكون كثيره. شو الحريره كما قلت لكم البنات تجي واعره. هانتوما انا الحريره كنديرها خفيفه، ما كنبغيش نجريها بزاف. هانتوما ما كنتقلهاش بالطحين بزاف. اللي بغى يديرها اللي عنده المعده يديرها كما كنديرها انا. انا كنديرها غير بخيزو والبطاطا وجوج معالق ديال الطحين اللي كندير صافي. وكندور الحريره ديالي باش كتكون خفيفه على المعده تكون زوينه. صافي البنات، وهذا هو فطورنا، ونتمنى يعجبكم الفيديو حتى نوريكم شكل ديال الفطور، النهائي ديال الفطور ان شاء الله نشاركوه معكم. وخليكم معايا وما تمشيو فينا المشاهدين الاعزاز ديالي الغاليين على قلبي. هادو هما البريوات ديالنا المشاهدين ديالنا الاعزاز كما كتشوفوا. دابا بعد ما ساليت البريوات ساليناهم، مازال غير واحد الشويه ما بقاش بزاف. هانتوما كنصايبو دابا، نبداو نقليو ان شاء الله ونحطو الحريره ديالنا ونفطروا معكم، نشاركوا فطورنا معكم ان شاء الله يا ربي. الله يثبت العمل لينا وليكم وللمسلمين اجمعين، والله يغفر الذنوب في هذا الشهر الجامع، والله يشافي امراض كل من هو مريض الله يشافيه، وكل من كيطلب شي حاجه الله يسهل له فيها يا رب العالمين. وهذا مكا احبابي وحباباتي، وشكرا لكم بزاف، وخليكم معايا حتى لنهايه الفيديو. هذا هو الفطور ديالنا الحبيب ديالي، هو هذا دابا اللي شاركت معكم اليوم. كما كتشوفوا هادو هما البريوات، هما كيطلعوا طلعوا رائعين. نتمنى يعجبكم وينالوا الاعجاب. طريف ديال الخبز، الزيت، الفرماج، النتيلا، اتاي، حريره، هي كي جات الحريره ديالنا جات رائعه. نتوما كتشوفوا كلكم كندير الحريره انا خفيفه صراحه. هادو البريوات المالحين ها هما كما كتشوفوا. هذا هو الفطور ديال اليوم، البقوله، هادو نبريوات معمرينهم حتى هما بالفرماج. نيطات هكا تجيو رائعين، معمرين بالفرماج هكذا تجيو زوينين. العصير لافوكا، العصير ديال سميتو صافي البنات، الكوفيتير. وفطور بسيط لوليداتي، صاموا هاد النهار ديالها 15 شعبان، الله يرضي عليهم، الله يكمل عليهم بالخير، الله يحفظهم وينجيهم يا ربي من كل افات يا رب العالمين، ويسهل طريقهم ويسهل طريق بنات المسلمين اجمعين. وربي يحفظنا ويحفظ وليداتنا ووليداتكم ووليدات المسلمين اجمعين، والله يدخل عليكم هذا الشهر يا ربي بالبركه وبالهنا وبالتيسير وباش كتمنوا يا ربي في الحياه ديالكم. والمهم هذا هو الفطور، انا كما كتشوفوا على حساب الصحه ديالي، هذا ما تنقدرش ندير الملوي وداكشي اللي تيتعلق تنقدرش عليه صراحه. كندير هادشي باش نفطر وليداتي اليوم اللي صاموا لي، الحمد لله والشكر لله وإله الحمد. واخا حنا في هاد البلاد ديال الغربه تنحاولوا نعلموا وليداتنا الصيام والقيام والمبادئ ديالنا، او داك الدين ديالنا ما ننسيهمش في الدين، ما ننسيهمش في ديننا وفي داكشي ديال الوطن ديالنا، والحمد لله. وهذا ما كان البنات، والمهم هذا ما كان الحبيب ديالي. هذا هو الفطور ديال هذا النهار اللي شاركت معكم، وبسلام عليكم، خليتكم في امان الله وحفظه، الى فيديو جديد ويوم جديد الى بقى العمر، ونتلقاو ان شاء الله يا ربي فيديو جديد، ورمضان كريم يدخل عليكم بالصحيحه والسلامه وكل ما تمنيتو ان شاء الله.